السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. معاكم النهاردة هنكمل مع بعض في دروس الدورة، وهنبدأ في الدرس الثامن، وهيكون في طريقة عمل العروة الرأسية. احنا كنا في الدرس السابع عملنا العروة الأفقية، النهاردة هنشرح مع بعض ازاي نعمل العروة الرأسية. ده شكل العروة، وهنشوف مع بعض الخطوات بالتفصيل زي ما عودتكم في كل فيديو. نركز، ناخد بالنا بس ان المرة دي انا غيرت الغرزة. انا هقفل الغرز على الغرزة البسيطة، العروة الافقية احنا عملناها على الغرزة المقلوب. انا حبيت ان انا انوع علشان تعرفوا طريقة القفل في كل غرزة. يلا وبسرعة نبدأ في شرح العروة النهاردة، ويا رب الشرح يكون مفهوم ليكم ان شاء الله. بسم الله، مع بعض هنشوف الخطوات. انا هنا بادئه على 10 غرز، يعني انا عامله عينه مصغره واشتغلت وبدات بالغرزه البسيطه، وهنبدا مع بعض ونشتغل 5 غرز بس بالغرزه البسيطه، لان انا عايزه اعمل العروه في المنتصف. فهشتغل كام غرزه؟ هشتغل نص الغرز اللي عندي، يعني 5 غرز بس. هنبدا، افكركم ان رابط الفيديو للغرزة البسيطة انا هنزله في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده. طيب بعد ما خلصت واشتغلت 5 غرز هعمل ايه؟ هسيب بقية الغرز مش هشتغلهم، هعمل المرحلة التانية للسطر دوت. وبعد ما اخلص المرحلة ديت هشتغل مجموعة من السطور على ال5 غرز دول على حسب طول العروة اللي أنا عايزاها، وبرضو اللي بيتحكم في العروة هو حجم الزرار. يبقى هنكمل بنفس النظام، مجموعة من السطور. كده انا وصلت للطول اللي انا عايزاه. هعمل ايه بعد كده؟ هاجي اخرج الابرة من الغرزة، ومش هقطع الخيط. انا اللي هعمله ان انا هحجز الغرزة دي، هحجزها باي دبوس خارجي، وهنكمل الناحية التانية من الغرز. يبقى احنا بنحط دبوس عشان نحجز الغرزة. كده انا هسيب الخيط مش هقطعه، هجيب خيط جديد وادخله في الغرزة الستة، ونبدأ نشتغل نفس عدد السطور للغرز ديت. هنبدأ من اول هنا اللي هي الغرزة الستة، هندخل الخيط خيط جديد، وهنشتغل برضو غرز بسيطة على ال5 غرز وبنفس عدد السطور اللي احنا اشتغلناهم لل5 غرز الاولانية. يبقى هنكمل، كده انا خلصت المرحلة الاولى للسطر ده. هنكمل المرحلة التانية، وبعد كده هنشتغل نفس السطور اللي احنا اشتغلناهم ال5 غرز عشان يكون الطول عندي متساوي. يبقى احنا كده خلصنا اول سطر، هنكرر وهنشتغل نفس عدد السطور لغاية ما نوصل للطول دوت، وبعد كده نشوف هنكمل العروة ازاي. هكذا انا وصلت بالطول الطرف التاني لنفس طول الطرف الاول. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هنيجي نجمع الغرز مرة تانية اللي هم 10 غرز اللي احنا قسمناهم.
طيب هجمعهم ازاي؟ هاجي عند الغرزة دي اللي انا حطيت فيها دبوس وابدأ بيها السطر، وهنبدأ بالخيط الاول اللي احنا ما قطعناهوش، هندخل الابرة في الغرزة دي ونكمل، وهنشتغل برضو بالغرزة البسيطة، ندخل الابرة في الغرزة التانية. هنخلص الخمس غرز الاولانية، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه في الخمسة اللي هما في الطرف التاني. كده انا خلصت الخمس غرز اللي في الطرف الاول، هعمل ايه بقى في الطرف التاني؟ هاجي عند الغرزة دي وعلى طول ادخلها في الابرة من غير ما اعمل غرزة جديدة، يبقى هندخلها بالشكل ده، ويبقى كده الغرزة الستة عندي خلصت. طيب بقية الغرز هشتغلهم ازاي؟ بنفس الطريقة بس بالخيط الاول. يبقى هنبدأ في الغرزة السابعة، وبرضو احنا مكملين بالغرزة البسيطة. كده احنا جمعنا كل الغرز تاني على الابرة. وصلت معاكم لاخر غرزة، ويبقى كده المرحلة الاولى للسطر دوت كده خلصت، المرحلة اللي احنا بنبدأها يمين شمال. طيب زي ما انتم شايفين الغرز كلها كده رجعت مرة واحدة على السطر، هنبدأ المرحلة التانية. طيب بعد ما نخلص المرحلة التانية للسطر دوت هنعمل ايه؟ خلاص انا كده العروة عندي انتهت، هنكمل وهنشتغل سطور عادية بالغرزة البسيطة. وبكده يكون المرحلة التانية للسطر كده خلصت، وكمان العروة الرئيسية كده عندي انتهت. شفنا مع بعض خطواتها قد ايه خطواتها سهلة، ما فيهاش اي صعوبة، وده الشكل اللي احنا وصلنا له. احنا ما بنقفلش غرز، احنا مجرد ان احنا بنقسم الشغل على اتنين، وكل جزء بنشتغله لوحده. وبكده يكون الفيديو عندي انتهى، يا رب اكون قدرت اوصل المعلومة صح، ويكون الفيديو شرح واضح وينال اعجابكم. وما تنسوش تعملوا لايك وشير، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس، وانتظروا الدرس التاسع ان شاء الله. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.